بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإنسان مخلوق كرمه الله عز وجل بالعقل والدين وفضله على كثير ممن خلق الله تفضيلا. هذا الإنسان المكرم الذي جعله الله خليفة في أرضه يعمرها ويستثمر خيراتها ويقودها بمنهج الوحي الإلهي، جعل المولى سبحانه وتعالى من بني الإنسان مصطفين أخيارا هم الأنبياء. فالأنبياء اصطفاهم الله عز وجل من بني البشر لكي يتحملوا أمانة التبليغ عن الخالق إلى الخلق. هؤلاء الأنبياء يمثلون الإنسان الكامل، فليس هناك أحد من البشر أكمل من الأنبياء، لأن الطعن فيهم طعن في من اختارهم وهو الله جل جلاله. والله تعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا كان الله جل جلاله قد اصطفاهم، فمعنى ذلك أنهم على مكارم الأخلاق وعلى مستوى من الكمال الإنساني ليس فوقه كمال. ورغم أن الأنبياء جميعا لا مطعن في أخلاقهم، وأنهم جميعا على المستوى الرفيع من صحة العقيدة وطيب السلوك وكريم الأخلاق، إلا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، فما من فضل إلا وفوقه فضل، وما من كمال إلا وفوقه كمال، فالكمال درجات، فالكل يشتركون في الفضل والكمال، لكن بعضهم قد يزيد في ذلك، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. معنى أنهم أولو العزم يعني أنهم أصحاب العزيمة القوية الذين تحملوا البأساء والشدة وجاهدوا في الله حق جهاده وصبروا وصابروا حتى أتم الله نوره. هؤلاء الذين هم أولو العزم من الرسل هم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. فأولو العزم من الرسل هم أفضل الأنبياء، والأنبياء هم أفضل البشر. ومع ذلك فإن هناك تفضيلا آخر، وهو أن أولي العزم من الرسل يفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل خلق الله وسيد الأولين والآخرين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي المفضل على سائر الأنبياء، وبالتالي فهو خير خلق الله أجمعين. وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. ومعنى أنه أول شافع يعني أول طالب للشفاعة، ومعنى أنه صلى الله عليه وسلم أول مشفع أي أول مقبول الشفاعة، وتلك هي الشفاعة العظمى لفصل الخطاب عندما يخرج الناس من قبورهم وتنتابهم الأهوال من كل جانب ويتمنون الانصراف ولو إلى جهنم لشدة ما هم فيه، فيذهبون إلى الأنبياء عسى أن يشفعوا عند ربهم ليبدأ الحساب. وكل نبي يقول: نفسي نفسي لا أملك اليوم غيرها، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب بعده قط مثله. ف
فيذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويلهمه الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبل، ثم يقال له ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فهذه هي الشفاعة العظمى، وبهذا كان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. فهذا الحديث الشريف يبين فضل الله على نبيه، ويبين تفضيل الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد أعطي جوامع الكلم، بمعنى أنه الكلام الجامع لمعان كثيرة من الحكمة والخير. وكان صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب، فإذا تجهز لقوم وعلموا أنه قادم إليهم ألقى الله في قلوبهم الرعب ويستسلمون بلا قتال. وأحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم ولأمته، كما جعلت له الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء، وليست الصلاة مرتبطا بمكان خاص لا تصح إلا به، والأرض كلها مسجد. كذلك من فضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى الخلق كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ولم يتحقق عموم الرسالة زمانا ومكانا إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فقد ختم الله به النبيين، فلا نبي يعقبه ولا رسول يأتي بعده، وبذلك تمت النعمة على الناس أجمعين. وفي ذلك يقول ربنا جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلنحمد الله على نعمة الإسلام، ولنواصل مسيرة الطهر والنقاء على درب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله الهداية والتوفيق، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.